ما يجن لدى بالغسل يغنسل لضم قرن هن الغسل إيجات بلاد ما يعمم دات نسوامن تهرنين يات صفة إتقاء مخصوصة في الشروط في الأركان. وكان الغسل إلا قيس هو اللي إيجان واجب زند بلاد ما يغسل جنابة ولا تمغرت في لسل الحيض ولا النفاس الجسم إلا جسم ما يجان السند زند الغسل العيدين. وكان الغسل الطفل أدب من بغي السرد الطفل أدب وليس نزوار أيستر فوال المدن أدوري السرد غير لغا جسم قول المدن. هن رسول صلى الله عليه وسلم يشكد سي الحديث جيس في اللاس ليرواتد سيدنا يعلى رضي الله عنه إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يغتسل بالبراز أي بالفضاء الواسع بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وكان لدى بيضين الغسل أدور السكت مأمان آمان أي تفرق الدوامان هن كانوا رعدل أشكو النبي صلى الله عليه وسلم رتني إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وكان العلماء كل منجمع تفقا هن يسوري فلكي بناد ما يسعيس خسر أمان وخيل لغيق البحر. من لدى بيضين الغسل من لدى ما يبدأ يتضى لضو زوار لضو سنتين لوضو ثم أي ما أشكم آمن أتنسلكم يكريجت لبلاصة غداتنس إشكمتن غلا الشعر غلا إثنين غداتنس زون دوتيتنس ولا قري دارنس هذا إشكم آمن. هن إشكاد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تروثت منى عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم خلل رأسه بأصابعه حتى إذا خيل إليه أنه قد استبرأ بالبشرة غرف على رأسه ثلاثا ثم غسل سائر جسده.